تاهر بقى حفظه الله. والفائز الثالث في هذه المسابقة هو ولح عبد الله أرشد، أرجو منه أن يتفضل ويأخذ جائزته من بيد الشيخ. والذي نال على جائزة الرابعة ألا وهو لح عطاء الرحمن، أرجو منه أن يتفضل ويأخذ جائزته من بيد الشيخ. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء بما تشرفتم حفلنا وشرفتمونا، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء في الدارين، وسنجدد معكم اللقاء في مرحلة آتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.